أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم. هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القراء يناديكم. صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع صوت القراء يناديكم. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم. أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء فلنورة صوت القراء يناديكم. ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء يناديكم.